بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم ابتسام محمد، مدرس مساعد الأمراض الصدرية. إن شاء الله النهاردة هتكلم عن الأرتيريال بلاد جازز. يعني إيه أرتيريال بلاد جازز؟ من اسمها يعني بسحب أرتيريال سامبل علشان أقيس البلاد جازز. أرتيريال لأن أنا المعتاد إني بسحب فينا السامبل، سواء عاوز مثلا أعمل سي بي سي أو أعمل ليفر أو رينال فانكشن. طيب انا بعمل ليه الارتيريال بلاد جازز؟ عشان اخد معلومتين رئيسيتين، هما الاكسجينيشن والاسيد بيز ستيت. عشان اعمل انتربريتيشن للارتيريال بلاد جازز لازم اعرف ايه هي الكومبوننتس اوف ارتيريال بلاد جازز. هما 5 كومبوننتس اساسيه، اولهم البي اتش اللي هي الميجرمنت اوف اسيديتي اور الكالينيتي. النورمال بتاع البي اتش كام؟ النورمال بتاع البي اتش من 7.35 ل 7.45. اقل من 7.35 بقول عليه اسيديميا، اكتر من 7.45 بقول عليه الكاليميا. تاني كومبوننت عندي البي اي او 2، البارشل بريشر اوف اوكسجين ان ارتيريال بلاد. النورمال بتاعه من 80 ل 100 ملي متر مركري. تالت كومبوننت عندي البي اي سي او 2 اللي هو البارشال بريشر اوف كربون دايكسيد ان ارتيريال بلاد. النورمال بتاعه قريب من البي اتش وهو من 35 ل 45. رابع كومبوننت عندي اللي هو الاتش سي او 3 البايكربونات، والنورمال بتاعه من 22 ل 26 ملي مول برليتر. واخيرا الاس اي او 2 اللي هو الارتيريال اوكسجين ساتوريشن، والنورمال اكتر من او يساوي 95%. طبعا كلنا عارفين ان البرايمري فانكشن اوف ذا لونج هي الجاز اكستشينج، تبادل الغازات ما بين الاكسجين والسي او 2. الاكسجين اللي جاي من الاتموسفير والسي او 2 اللي موجود في البلد. الاكستشينج ما بينهم بيحصل على مستوى اللونج في الالفيولار كابيلاري ميمبرين. في عندي مصطلحين هما الهايبوكسيا والهايبوكسيميا. ايه الفرق ما بينهم؟ الهايبوكسيا هو decreased oxygen delivery للتشوز، بينما الهايبوكسيميا ان البارشيال بريشر اوف اوكسجين ان ارتيريال بلاد decreased. احنا قلنا ان النورمال بتاع البي اي او 2 من 80 ل 100 ملي متر مركري. بعتبر الزون اللي هو من 80 ل 60 ملي متر مركري ده هايبوكسيميا. تمام. امال امتى اعتبر ان العيان عنده ريسبيراتوري فيلير؟ بعتبر ان العيان عنده ريسبيراتوري فيلير لو البي اي او 2 او البارشيال بريشر بتاع الارتيريال اوكسجين اقل من 60 ملي متر مركري. تايب 1 ولا تايب 2؟ بعرفهم بالبي اي سي او 2. احنا عارفين ان في 2 تايبس في ريسبيراتوري فيلير. تايب 1 هايبوكسيميا، تايب 2 هايبوكسيميا وهايبركابنيا. يبقى من البي اي او 2 بعرف مبدئيا ان العيان عنده ريسبيراتوري فيلير. امتى؟ لو البي اي او 2 اقل من 60 ملي متر مركري. تاني معلومه هاخدها من الارتيريال بلاد جازز هي الاسيد بيز ستيت. بعرفها ازاي؟ بعرفها من البي اتش والبي اي سي او 2 والاتش سي او 3. اولا ببص على البي اتش. احنا قلنا النورمال بتاع البي اتش من 7.35 ل 7.45. اقل من 7.35 بقول عليه اسيدينيا، اكتر من 7.45 بقول عليه الكاليميا. بعد ما عرفت العيان عنده اسيدينيا او الكاليميا، عاوز اعرف المشكله فين. المشكله عندي ريسبيراتوري ولا ميتابوليك؟ هعرفها ازاي؟
لو المشكلة عندي respiratory يبقى الأبنورمال عندي هو الـ BACO2. لو المشكلة عندي ميتابوليك يبقى الأبنورمال عندي هو الـ HCO3. البروسيس كلها على بعضها سواء respiratory أو ميتابوليك ساعتها بسميها acidosis أو alkalosis. هتكلم الأول عن الـ respiratory. لو المشكلة عندي respiratory يبقى الأبنورماليتي في الـ BACO2. الهايبركابنيا يعني لو الـ BACO2 أكتر من 45 مليمتر ميركري يعمل أسيدوزيس، بينما الهايبوكابنيا يعني الـ BACO2 أقل من 35 مليمتر ميركري يعمل الكالوزيس. طيب إيه اللي يعمل لي الهايبركابنيا؟ اللي يعمل الهايبركابنيا الهايبو فنتيليشن، بينما اللي يعمل لي هايبوكابنيا هو الهايبر فنتيليشن. يعني لو العيان بياخد رابيد ديب بريسنج ده يعمل لي ايه؟ ده يعمل لي CO2 ووش، يعمل هايبوكابنيا يعني البي سي او 2 اقل من 35 يعمل الكالوزيس، وفي الحاله دي بسميه ريسبيراتوري الكالوزيس. طيب لو المشكله عندي ميتابوليك يبقى الابنورماليتي عندي في الاتش سي او 3. احنا قلنا النورمال بتاع الاتش سي او 3 من 22 ل 26 ملي مول بر لتر. زيادة الـ HCO3 أكتر من 26 يعمل الكالوزيس. نقص الـ HCO3 أقل من 22 ملي مول بر لتر يعمل أسيدوزيس، وفي الحالة دي بسميه ميتابوليك الكالوزيس أو أسيدوزيس، لأن المشكلة عندي ميتابوليك في الـ HCO3. يبقى باختصار لو عاوز اعرف الاسيد بيز ستيت اخبارها ايه، اول حاجه ببص على البي اتش، اكتر من 7.45 الكالوزيس، اقل من 7.35 اسيدوزيس. الخطوه الثانيه ببص المشكله عندي في ايه، هل المشكله ريسبيراتوري في البي اي سي او 2 ولا ميتابوليك في الاتش سي او 3. لو انا عندي اسيد بيز ديستربنس المفروض ان الجسم بيحاول يعمل كومبنسيشن عشان يحافظ على البي اتش نورمال. اللي بيعمل عندي الكومبنسيشن ده يا اما اللونج يا اما الكدني. على سبيل المثال لو عندي ريسبيراتوري اسيدوزيس يعني البي اتش اقل من 7.35 والبي اي سي او 2 اكتر من 45، المفروض ان الكدني تبدأ تعمل كومبنسيشن بأنها تعمل ريتنشن للـ HCO3 يعلى بمحاذاة الـ BACO2 علشان يحافظ على الـ pH normal. لو المشكلة عندي ميتابوليك، على سبيل المثال عندي ميتابوليك الكالوزيز يعني الـ pH أكتر من 7.45 والـ HCO3 أكتر من 26، المفروض إن اللونج تعمل كومبنسيشن بان البي اي سي او 2 يعلى بمحاذاه الاتش سي او 3 علشان يحافظ على البي اتش نورمال، وهكذا. في طريقه ممكن تسهل عليا اني اعرف المشكله عندي ريسبيراتوري ولا ميتابوليك، في اختصار اسمه روم، ار او ام اي، يعني ار تمثل ريسبيراتوري، او اوبوزيت، M metabolic E equal يعني respiratory ماشي opposite للبي اتش. لما يعلى البي اي سي او 2 يقل البي اتش، لما يقل البي اي سي او 2 بيزيد البي اتش، بينما الميتابوليك equal يعني لما بيزيد الاتش سي او 3 بيزيد البي اتش، بينما لما بيقل الاتش سي او 3 بيقل البي اتش. دي طريقة ممكن تسهل علينا ان نعرف المشكلة عندي respiratory ولا metabolic. احنا قلنا بنعرف العيان عنده respiratory failure ازاي، ببص الاول على الـ BAO2 اقل من 60 مليمتر ميركري يبقى العيان عنده respiratory failure type 1 ولا type 2، ببص على الـ BACO2. لو الـ BACO2 اكتر من 50 مليمتر ميركري يبقى العيان عنده respiratory failure type 2.
تايب. انا عرفت ان العيان عنده ريسبيراتوري فيلير تايب 2. ازود حاجتين، هل العيان كومبنسيتد ولا لا، وهل ريسبيراتوري فيلير تايب 2 ده اكيوت ولا كرونيك. بعرف كومبنسيتد ولا لا من البي اتش. لو العيان فولي كومبنسيتد هلاقي البي اتش عندي نورمال، لو البي اتش ما زالت اسيدوتك اقل من 7.35 يبقى العيان uncompensated. طيب بعرف ازاي اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت يعني لسه ما حصلش عندي كومبنسيشن، الكدني لسه ما اخدتش فرصتها، ما عملتش ريتينشن للاتش سي او سي، وبالتالي اكيوت وكرونيك بعرفها من الاتش سي او سي. لو الاتش سي او 3 عندي نورمال او زاد زياده بسيطه يبقى العيان ده في اكيوت ريسبيراتوري فيلر تايب 2. لو الاتش سي او 3 زاد زياده بمحاذاه البي اي سي او 2 يبقى العيان ده كرونيك ريسبيراتوري فيلر تايب 2. طيب نقولها بالارقام، انا بقول ان انا في ريسبيراتوري فيلر تايب 2 الاكيوت كل زياده 10 في البي اي سي او 2 بتزود الاتش سي او 3 واحد، بينما في الكرونيك ريسبيراتوري فيلير تايب 2 كل زياده 10 في البي اي سي او 2 هتزود الاتش سي او 3 3.5 او 4. لكن الكومبنسيشن عرفناها ازاي؟ عرفناها من البي اتش. نورمال يبقى العيان كومبنسيتد، اب نورمال يبقى العيان دي كومبنسيتد.